بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله بتتكلم على موضوع هام جدا في الأكاونتينج اسمه الـ Adjusting Entries. الـ Adjusting Entries أو الـ Adjusting Accounts اللي هي ضرورية جدا عشان نقدر نعمل الـ Financial Statement. Without preparing الـ Adjusting Entries you can't prepare الـ Financial Statement. اللي هو الـ Main Object of Accounting أو Financial Accounting هو Providing اليوزر Financial Statement. الـ Financial Statement دي المنتج الأساسي بتاعنا الـ Main Product of Financial Accounting you can't prepare it without Adjusting Interest. فديت الـ Core Concept بتاعنا النهاردة هيبقى يعني إيه Adjusting Interest. تعال نشوف إحنا هنتعلم إيه. إحنا هنتعلم شوية حاجات بسيطة الأول كده عشان نبقى فاهمين إحنا هنعمل إيه. هنتعلم الـ Different between الـ Accrual والـ Cash Basis. دي accounting method او accounting principles. هل هنشتغل بالاكرول ولا هنشتغل بالكاش؟ طبعا احنا مش عارفين يعني ايه اكرول يعني ايه كاش، هنتكلم عليهم بالتفصيل وهنعرف بعد دقيقتين ان الاكرول دوت according to gap يعني هو دوت according to standard، لكن الكاش بيزس ده not gap. ودي بدايه كده من قبل ما نعرف معناهم، يبقى ده معناه ان انا هطبق الاكرول ومش هطبق الكاش بيزس. هنتعلم فكرة الاكاونتينج بيريود كونسبت، يعني ايه اكاونتينج بيريود ويعني ايه ماتشنج، ودي مسألة مهمة قوي. وبعدين نتعلم الادجستينج انتريز ونعرف نعمل جورناليزينج وبوستينج للادجستينج انتريز. وفي الاخر خالص هنعمل حاجة اسمها الادجستد ترايل بالانس. فهو موضوع كبير تقدر تقول عليه اهم موضوع عندك السنة دي، فخد وقتك معايا كده. والحاجة اللي مش مفهومة تقولي لو سمحت قولها لي تاني، عيدها لي تاني، فهمها لي تاني، عشان ان شاء الله نطلع من الموضوع ده وتفهمين بإذن الله. تعال اول كده نتكلم على الاكرول بيزس والكاش بيزس. يعني ايه اكرول بيزس؟ ده بيسموه بالعربي اساس الاستحقاق. كلمة اكرول جاي من اكرود، اكرود اكاونت يعني اكاونت مستحق. يعني ما اجي اقول لك مثلا accounts receivable، accounts receivable معناها ايه؟ معناها انك انت provided service to customer، عملت الخدمة خلاص اهي، but you didn't collect الكاش yet. انت عملت له الخدمة on credit او on account ولسه ما قبضتش فلوسك. طب في الحاله ديت فلوسك ديت ايه؟ قال لك دي تبقى اسمها accounts receivable. هتاخدها امتى؟ I will receive it in the future، صح كده؟ هاخدها في المستقبل. يعني ممكن تكون بايع عامل السيرفيس في سنه 2020 لكن الكوليكشن بتاعك يبقى سنه 2021. جينا في شهر 12 2020 صلحنا للراجل العربيه، فبعد ما اتصلحت قال لك معلش انا اسف معيش فلوس. قلت له ما يهمكش يا حاج، اي ويل ريسيف ات ان ذا فيوتشر، فسميناها اكاونتس ريسيفبل. جالك في 2021 دفع لك الفلوس. الفكره بقى في 2020 الفلوس ديت هل انت قبضتها ولا لسه؟ لسه. فيسموها اكرود. اكرود يعني مستحقه، يعني ليا فلوس بره. وزيها بالظبط الاكاونتس بيبل. يعني انت لما تيجي تتكلم على الاكاونتس بيبل، الاكاونتس بيبل معناه انك انت ريسيفنج سيرفيس، اخذنا الخدمه بات نوت بيد يت، لسه ما دفعناهاش، فيسموها اكرود اكاونت، يعني حساب مستحق. مستحق يعني عليا فلوس، اي ويل باي ات ان ذا فيوتشر. جميل قوي. يبقى الاكرود انك انت نص الترانزاكشن حصل ونصها التاني ما حصلش، اخدت السيرفيس بس لسه ما دفعتش، يبقى عليك فلوس فيسموها اكرود. بروفايدد السيرفيس، قدمت الخدمه فبقت ريفينيو لكن لسه ما قبضتش فلوسك، فيبقى ليك فلوس فيبقى اكرود. فالاكرود هو ريفينيو، ريكوجنايزد يعني ريكوردد يعني قدمت السيرفيس، بس ذا كاش نوت ريسيفد ييت. والعكس كمان عند الاكسبنسز اللي هي الاكونتس بيبل، انت عملت البينيفيت او الريسيفد
بتاع البينيفيت، اخدت الكهرباء شغلت النور فالكهرباء اشتغلت، لكن لسه ما دفعناش الكهرباء، كاش نوت بيديت. الموظفين اشتغلوا فعملوا سالاريز بس انت لسه ما دفعتوش، فيبقى اكرود اكسبنس. فالاكرود سواء كان ريفينيو او كان اكسبنس، في الريفينيو انت اخدت ريفينيو، ريكوردد الريفينيو، performed a service, provided a service, but the cash not received yet. The expense, انت recorded the expense, you get the benefit, you received the service, but the cash not paid yet. وهو دوت اللي احنا بنشتغله بيه في الاكاونتنج. في قصاده حاجة اسمها الكاش بيزس، وده يقول لك ما تكبر دماغك، ما تقولش ريفينيو الا لما تقبض فلوسك. بقول له يعني، قال لي يعني صلحنا العربية للراجل، العربيه بقت سليمه، فقلت له حاج العربيه هتتكلف 3000 جنيه. قال لي يا ابني معيش. قلت له طيب لما تجيب الفلوس ما اعملش حاجه، ما سجلش ريفينيو، استنى لما الكاش ريسيف دي يجي ساعتها اسجل ريفينيو. طب والاكسبنسز؟ انا شغلت النور خلاص موالي، استنى لما يجي محصل الكهرباء تدفع له الكهرباء تقوم مسجل انك انت استخدمت نور. يبقى هنا في الحاله دي الاكسبنس معناه اني دفعت فلوس، الريفينيو معناه اني كولكتد كاش او ريسيفد كاش، والكلام ده غلط لانك انت في الحاله ديت ما سجلتش الترانزاكشن فعلا. انت الريفينيو بالنسبه لك ما هوش كاش. فاكرين لما كنت بعمل لكم ديفينيشن للريفينيو واقول لك الريفينيو معناه performed service والاكسبنس معناه receiving service regardless of cash. يعني انت مجرد ما تصلح العربيه حصل ريفينيو، قبضنا فلوسنا يبقى كاش، ما قبضناش فلوسنا يبقى اكرود واسمه اكاونتس ريسيفبل. الاكسبنس وانس ان احنا ريسيفد السيرفيس يبقى اسمه اكسبنس، دفعنا فلوسنا يبقى كاش، ما دفعناش يبقى اكسبنس بيبل. لكن الكونسبت ده بتاع الكاش فيزيس بيقول لك لا، ما تسجلش الريفينيو الا لما تقبض، وما تسجلش الاكسبنسز الا لما تدفع، والكلام ده غلط يا شباب. احنا بنسميه كبتوع الاكاونتنج نوت ايفرس او نوت جاب، يعني نوت اكوردنج تو ستاندر، يعني نوت اكوردنج تو ستاندر. يعني نوت اكوردنج تو ستاندر يعني ما ينفعش تستخدمه، يعني ده ما ينفعش تستخدمه. احنا هنشتغل بالاكروال بيزس، وعشان كده احنا هنعمل الادجستنج انتري. طب تعالى نفهم اكتر ايه حكايه التايم بيريود اسامبشن ده. مش احنا اتفقنا ان احنا بنيجي نعمل الفاينانشال ستيتمنت ات ذا اند اوف اتش بيريود؟ لما بتيجي تعمل فاينانشال ستيتمنت، بالانس شيت او انكم ستيتمنت او اونرز ايكويتي ستيتمنت، بتعملها ات ذا اند اوف ذا بيريود. هو السؤال يعني ايه بيريود؟ في عندنا تايم بيريود اسامبشن، في افتراض احنا بنفترضه. بنفترض احنا بنعمل الفاينانشال ستيتمنت دي عن مده قد ايه؟ يبقى دي المده اللي بتعمل عنها الفاينانشال ستيتمنت. ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى 3 شهور، ممكن تبقى سنه. يعني ممكن اعمل فاينانشال ستيتمنت لمده شهر، ممكن اعمل فاينانشال ستيتمنت لثلاث شهور، ممكن اعملها لمده سنه زي ما الشركه عايزه، مانثلي كوارترلي ييرلي زي ما هو عايز. بس ده معناه ايه؟ ده معناه انك لما تيجي تشتغل يبقى لازم تبقى عارف الريفينيو بتاعك عن الفتره دي قد ايه. يعني ايه عن الفتره دي قد ايه؟ تعال نفهموا اللعبه دي تاني. لما اجي اقول لك انا هنا عندي ريفينيو 1000 بتاع شهر جانيوري وفبراير 1000 ومارس 1000 وابريل 1000، يعني ال1000 دي مانثلي، كل شهر بيجي لنا ريفينيو 1000. لو جيت سالتك هو الريفينيو فور 1 مانث يساوي كام؟ هتقول لي شهر واحد يعملوا 1000. طب لو قلت لك الريفينيو فور كوارتر، كوارتر يعني ربع سنة، يعني 3 شهور، هتاخد التلاتة تضربها في 1000 وتقول لي الريفينيو بتاعنا 3000. يبقى انت لو عملت بيريود بتاعتك شهر تطلع لك ريفينيو 1000. طب لو عملت البيريود بتاعتك 3 شهور تطلع الريفينيو بتاعتك 3000. طب لو كان الريفينيو بتاعك انت عايز تحسبه فور يير هتقول لي يساوي كام؟ معايا يا شباب؟ لو عايز احسب الريفينيو فور يير او 1 يير هتقول لي ما هو الشهر ب 1000، يبقى هناخد ال 1000 نضربها في 12 فتطلع ب 12000.
يبقى على حسب البيريود اللي هتشتغل فيها هتحدد رقم الريفينيو او رقم الاكسبنس بتاعك. عشان كده انت لازم تحدد في الاول، هو انا هشتغل مانثلي ولا كوارترلي ولا ييرلي. طيب تعال نفهم برضو اكتر، هو امتى يحصل ريفينيو؟ فاكر لما جينا قلنا اكروال وكاش؟ تعال نفهمه بقى، الريفينيو بيحصل امتى في الاكاونتنج؟ قال لك الريفينيو بيحصل لما يبقى عندنا ايرند. بقول له يعني ايه ايرند؟ قال لي دي البوينت اوف سيل او بروفايدنج سيرفيس اور بروفايدنج سيرفيس. لا مش فاهم، تعال نفترض مع بعض حاجه بسيطه كده. الرسمه اللي قدامك دي عندك هنا كاستمر اهو، جالك وقال لك عربيتي عطلانه يا حاج، اصل حضرتك ورشه ميكانيكا، فقال لك عربيتي عطلانه وقام عامل ريكويستد سيرفيس. بقول له يعني ايه ريكويستد سيرفيس؟ قال لي يعني طلب من هنا انك تصلح له العربيه. حصل حاجه؟ قال لي لا، ده جاست ان الكاستمر ريكويستد سيرفيس. طيب نسجل حاجه؟ لا، ما هو لا دفع فلوس ولا قدمنا له سيرفيس. طب هنيجي هنا كده ونعمل بيرفورمد للسيرفيس بتاعتنا، هنعمل بيرفورمد للسيرفيس بتاعتنا. طب النقطه اللي حصل فيها بيرفورمد للسيرفيس اللي هي السيرفيس بيرفورمد، حصل ايه؟ حصل انك قدمت السيرفيس اخدت فلوس. قال لك لا، ده هو بعد ما هنقدم له السيرفيس هيحصل كاش ريسيفد. السؤال امتى في الثلاث نقط اللي قدامك دولت، الكاستمر ريكويستد بوينت، السيرفيس بيرفورمد بوينت، الكاش ريسيفد بوينت، انهي نقطه من الثلاثه حصل فيها الريفينيو؟ يقول لك حصل هنا لما قدمنا له السيرفيس. لما يطلب بس مفيش اي حاجه عملناها يبقى there is no revenue. قدمنا له السيرفيس ريجاردلس قبضنا او ما قبضناش يبقى دوت ريفينيو. لكن الكاش ريسيفد دي نقطه كاش، يبقى هتقول ان السيرفيس بيرفورمد لما يبقى ايرند. ايرند يعني تقدم السيرفيس، يعني تصلح له العربيه. جميل. طب قبضنا ولا ما قبضناش ده موضوع تاني. يبقى at the time of the service performed او the time of point of sale، وقت ما تبيع له السلعه. يعني جالي واحد يشتري من عندنا عربيه، وانس انك بعت له العربيه قلت له العربيه ب 100,000 جنيه، قال لك موافق، كتبنا العقد، خد العربيه ومشي. طب والفلوس؟ والله حسب الاتفاق ممكن يدفع النهارده كاش، ممكن يدفعها بالتقسيط، ممكن يقول لك هجيب لك فلوسك بعد يومين، لكن وانس انه خد العربيه ده حصل الريفينيو. ده يسموه الريفينيو ريكوجنيشن برينسيبل. معناه ان احنا وي ار ريكوجنايزنج ريفينيو، وي ار ريكوجنايزنج ريفينيو في البوينت اوف سيل او تايم اوف سيرفيس بيرفورمد. جميل. طب تعالى كده معايا هديك مثال صغير وترد عليا. انا عايز احسب الانكم فور 2020، عايزك تقول لي سنه 2020 كسبت كام. هتقول لي ما هو الانكم ده رقمين، ريفينيو ماينس اكسبنس. صح صح. طب ايه رايك لو الريفينيو بتاعنا بتاع سنه 2019 كان 20,000 جنيه والريفينيو بتاع سنه 2020 30,000 جنيه والاكسبنسز بتاع 2019 5,000 والاكسبنسز بتاع سنه 2020 8,000، تعرف تحسب لي الانكم بتاع سنه 2020؟ هتقول لي واحده واحده عليا كده. هقول لك انا مدي لك ديتا على سنه 2019 وعلى سنه 2020. الانكم عباره عن ريفينيو ماينس اكسبنس، فمدي لك ريفينيو 2019 20,000 جنيه ومدي لك اكسبنس 2019 5,000 جنيه، مدي لك ريفينيو 2020 30,000 ومدي لك اكسبنس 2020 8,000، وطالب منك تحسب لي الانكم بتاع سنه 2020. هتقول لي سهله، هجيب الريفينيو اللي هو ال 30,000. قلت له اشمعنى اخترت ال 30,000 ما اخترتش ليه ال 20,000؟ قال لك لان ال 20,000 بتوع سنه 2019 وانا عايز احسب انكم لسنه 2020، يبقى لازم اجيب ريفينيو سنه 2020، يبقى ده 2020. طب ولما تيجي تطرح الاكسبنس تطرح ال 5,000 ولا تطرح ال 8,000؟ هتقول لي مش انت عايز سنه 2020؟ يبقى تاخد الاكسبنس بتاع سنه 2020 فتاخد ال 8,000، فيبقى سنه 2020 الانكم بتاعها
ريفينيو 2020 ناقص اكسبنس 2020 يطلعوا 22000 جنيه. اهو اللي انا عملته قدامك ده اسمه ماتشنج. ماتشنج يعني ايه؟ يعني تستخدم الريفينيو والاكسبنس بتوع نفس السنه، ماتش الاكسبنس اند ريفينيو ديورنج ذا سيم بيريود. لو بتشتغل سنه 19 بتقول لي انا عايز انكم سنه 2019، يبقى هتجيب ريفينيو 2019 تطرح منه اكسبنس 2019 فيطلع لك انكم 2019. ما ينفعش تاخد بقى ريفينيو 2020 تشيل منه اكسبنس 2019 يطلع لك ايه؟ تعالى كده، لو خدنا ريفينيو 2020 شلنا منه اكسبنس 2019 الناتج بتاعنا يبقى يا شباب، لا يبقى خلطبيطه ما يطلعش حاجه، ده يبقى غلط. غلط ليه؟ لان دوت نوت ماتشنج، ده الاثنين دولت بتوع سنتين مختلفتين. يبقى الهدف الاساسي في الماتشنج برينسيبل هو انك انت ماتش الاكسبنس ويز ريفينيو بتاع ذا سيم بيريود. يبقى انت لما بتيجي تحسب النت انكم بتاعك بتحسبه لسنه معينه عشان تقدر تقول انا عندي ريفينيو ولا عندي انكم ولا لوس. طب جميل، دي كانت الفكره الاساسيه. يبقى الفكره الاساسيه بتقول ان احنا هنشتغل بالاكرول بيزس مش هنشتغل بالكاش. هنطبق مبدا اسمه او برينسيبل اسمه بيريود تايم اسامبشن، ان احنا هنقسم عمر الشركه على بيريود سواء شهر او 3 شهور او سنه زي ما هو عايز. وبعدين هنطبق حاجه اسمها ريفينيو ريكوجنيشن برينسيبل، وبعدين هنطبق حاجه اسمها الماتشنج برينسيبل. هتقول لي يا دكتور انا هنسى الكلام ده كله، ما مش هتنساه ليه؟ لان هو دوت الادجستنج اللي احنا هنتعلمه النهارده. يعني ابلاينج الاربع حاجات اللي قدامك دولت عشان انا كمحاسب اطبق الاكروال بيزس واطبق التايم بيريود اسامبشن واطبق البرنسبل بتاع الريفينيو ريكوجنيشن واطبق الماتشنج، ده معناه ان انا هعمل ادجستنج. يبقى اللي هنتعلمه النهارده هاو تو ابلاي الاربع حاجات دولت. هنطبق الاربع حاجات دولت ازاي؟ من خلال حاجه اسمها الادجستنج انتري. ما فهمناش حاجه يا دكتور، ما هو لسه احنا ما قلناش حاجه. تعالى بقى واحده واحده كده نفهم يعني ايه ادجستنج انتري. ركز بقى معايا. اول سؤال يجي في بالك، هو انا امتى هعمل الادجستنج انتريز؟ ده انتري عادي ديبت وكريدت زي اللي احنا كنا بنعملوه. طب واحنا كنا بنعمل الانتري امتى؟ نورمالي كنا بنعمل الانتريز with each transaction لما تحصل الترانزاكشن. يعني اشترينا فنعمل ريكوردنج للبرشيس، بعنا فنعمل ريكوردنج للسيل، دفعنا فلوس فنعمل ريكوردنج للبيمنت، قبضنا فلوس ريكوردنج للكوليكشن. ده العادي، بس ده يسموه جنرال جورنال انتري. يبقى الجنرال جورنال انتري اللي بيتعمل في العادي اللي احنا اتعلمناه ده بيتعمل مع كل ترانزاكشن واكوردنج للديت. يعني يوم واحد اشترينا فنسجلها يوم واحد برشيسنج، يوم اتنين بعنا فيجي يوم اتنين نسجل ان احنا بعنا، يوم تلاته خدنا فلوس، يوم اربعه دفعنا فلوس. يبقى الانتريز اللي بتتعمل اكوردنج للترانزاكشن واكوردنج للديت بتاعها دي بيسموها جنرال جورنال انتريز. لكن الادجستنج انتري دي بتتعمل مره واحده في البيريود، نقول بقى في السنه، نقول في الشهر، نقول في الثلاث شهور، حسب البريود بتاعتك قد ايه. ما احنا اتفقنا على كده ان البريود ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى ثلاث شهور، ممكن تبقى سنه. طب امتى هعملها؟ مره واحده. امتى؟ at the end of the period. يبقى at the end of the accounting period هنعمل الادجستنج انتري. يبقى دي اول فرق شاسع بين الاثنين. الثاني كان بيتعمل لما بيحصل الترانزاكشن، لكن الادجستنج انتريز بتتعمل ات ذا اند اوف ذا اكاونتنج بيريود. طب ليه بتعملها؟ عشان اقدر اعمل الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي. ما هو حكايه اند اوف بيريود حضرتك لازم تطلع فاينانشال ستيتمنت. يو كانت بريبير فاينانشال ستيتمنت من غير ما تعمل الادجستنج انتريز. ده الكوبري اللي انت هتعدي عليه عشان تعمل الادجستنج، عشان تعمل الفاينانشال ستيتمنت. سو ات ذا اند اوف ذا اكاونتنج بيريود يو كانت بريبير فاينانشال ستيتمنت وذاوت ميكينج او بريبيرينج الادجستنج انتري. عشان كده احنا بنعمل الادجستنج انتري
at the end of the period عشان نقدر نعمل preparing the financial statement. جميل. طب ليه بنعملها؟ يعني ليه بتعمل الادجستنج انتري؟ قال لك عشان اطبق اللي احنا قلناه من شويه. مش احنا قلنا عندنا ريفينيو ريكوجنيشن وماتشنج برنسبل عشان تطبقهم، عشان تقول الريفينيو بتاع السنه دي يقابل الاكسبنس بتاع السنه دي لازم تحسبهم. عشان تعرف الريفينيو قد ايه حصل ولا ما حصلش يبقى لازم تحسبه. هي دي اللي يسموها الادجستنج انتري. يبقى الادجستنج انتري يا شباب بدايه كده هي ديلينج ويز ريفينيو اكسبنس. مش عرفك، مش احنا قلنا الماتشنج معناه انك تحدد النت انكم. طب هو النت انكم اصلا بيساوي ايه؟ بيساوي ريفينيو ماينس اكسبنس. يبقى الادجستنج انتري مينلي ديلينج ويز ريفينيو اند اكسبنس. عشان كده هنقول ان الريفينيو بتاعنا ريكوردد ان ذا بيريود ذي ار ايرند، الوقت اللي انت قدمت فيه السيرفيس تسجل الريفينيو بتاعك، والاكسبنس ريكوردد ان ذا بيريود ان ويتش ذي ار انكيورد. انكيورد يعني خدنا السيرفيس، ريسيفد السيرفيس او حصلت. لا صعبه، انا مش فاهم. احنا هنقول الفكره ببساطه وبعدين نبدا نطبق. الفكره بتقول انك هتعمل ادجستنج انتري ات ذا اند اوف ذا بيريود. جميل. ليه؟ عشان تقدر تعمل preparing the financial statement. جميل. ليه بعملها؟ عشان تطبق revenue recognition والماتشنج principle. بس ده اللي انا عايزك تكون في دماغك دلوقتي. يبقى معنى كده ان الادجستنج انتري هيأثر على الاكسبنس والريفينيو، صح؟ بس خلي بالك هو الاكسبنس قدامه كم احتمال. بقولك يعني كم احتمال، اي لما يحصل اكسبنس done، العمال اشتغلوا، الكهرباء اشتغلت، اشتغلنا بالتليفون، ده حصل اكسبنس. قدامك حلين، يا تدفع يا نوت بيد يت، صح يا شباب؟ ركز معايا، يا تدفع يا ما تدفعش. بس في مشكلة تالتة. تقول لي ايه؟ ما هو حاجة من اتنين، يعني العمال اشتغلوا، النور يشتغل، يدفع يا ما تدفعش. بقولك في حاجه تالته مهمه قوي اسمها paid in advance. بقول له يعني ايه paid in advance؟ يعني ادفع مقدم. ايه ده؟ هو انا لما ادفع مقدم يبقى حصل الاكسبنس؟ يعني رحت احجز في فندق عشان اسكن، فقالك تدفع مقدم، فدفعت 3 ليالي، الليله ب 1000 جنيه دفعت 3000 جنيه ولسه ما سكنتش، رحت دفعت الفلوس وحجزت وروحت وهسافر بعد اسبوع. ال 3000 دي تبقى اكسبنس ولا لا؟ قال لك لا، انت لسه ما خدتش خدمه. امال تبقى ايه؟ تبقى اسيت. اسيت دي فلوسي. يعني لو انا غيرت رايي وقلت لهم مش عايز اقعد في الاوتيل هقول لهم ادوني فلوسي. عشان كده يسموها بري بايد اكسبنس. ده اكسبريشن جديد ما سمعناهوش قبل كده. يبقى احنا هنتعامل مع الاكسبنس على ثلاث حاجات، يا دفعناه مقدما، يا حصل ودفعناه، يا نوت بيد يت. خلي بالك ان اللي في النص دي ما فيهاش مشكله، ده النورمال. النورمال ان يحصل اكسبنس فتدفعه، يبقى دي مش مشكله. يبقى مشكلتك مع حاجتين، ان الاكسبنس تدفعه مقدم او لسه ما دفعتوش. ونفس الكلام مع الريفينيو. الريفينيو يعني provided service، قدمنا خدمة. المفروض النورمال انك تعمل cash collection، collect cash، ده النورمال، ده الطبيعي. لكن ايه رأيك عندي مشكلتين؟ مشكلة ان الريفينيو قدمناه ونوت received الكاش يت، لسه ما قبضناش فلوسنا. طب في حاجه تانية؟ في انك كولكتد الكاش ان ادفانس. الله الله الله، ما هي دي عكس البريبايد، ودي عكس البيبل. النوت بايد عكسها نوت ريسيفد. ده كده العمليه وسعت. قال لك ما هي مش واسعه ولا حاجه، ده هي صعبه. عشان كده احنا هناخدهم واحده واحده. هنقول الاول كده احنا عندنا نوعين اساسيين من الادجستنج انتري. مش انا قلت لك دلوقتي عندك مشاكل هتقابلك
هم في الاخر اربع مشاكل، واحد اتنين تلاتة اربعة. اتنين يسموهم الديفير واتنين يسموهم الاكوال. اكوال يعني مستحقة، ديفيرد يعني مؤجلة او مدفوعة مقدما. مش فاهم، تعال نفهمه واحدة واحدة كده. هو يعني ايه prepaid expense؟ قال لك prepaid expense معناه ان expense paid in cash ويتسجل في الدفتر recorded as asset، بس احنا لسه not used yet. يعني دفعنا الكهرباء، شحننا كارت الكهرباء وما استخدمناش الكهرباء، حجزت في الفندق وما قعدتش في الفندق، حجزت تذكرة الطيارة وما سافرتش، يبقى انت دفعت فلوس وما خدتش الخدمة، يسموها prepaid expense وديت asset. الوش التاني بتاعها ان يعني انت دلوقتي رحت اوتيل ورحت حجزت ريزرفيشن ودفعت بيد ان ادفانس، الاوتيل نفسه بقى يا شباب مش خد فلوس من الكاستمر ولسه ما قدملوش الخدمه، يسموها ان ايرند ريفينيو. يبقى دي ديفيرد مؤجله، يا اما ادفع مقدم، يبقى الراجل اللي خد مني المقدم خد الفلوس ولسه ما عملنيش السيرفيس. طب ولما يبقى ان ايرند ريفينيو كلاسيفايد از ايه؟ قال لك لايبيليتي. بقول له ليه لايبيليتي؟ قال لك لو الشخص ده راح للشخص ده هيقول له انا دافع لك ان ادفانس فور سيرفيس وانا ما خدتش منك السيرفيس، اديني فلوسي، اديني فلوسي، تبقى اسيت عند دوت وتبقى لايبيليتي عند دوت. يبقى اللي انا عايزك تفهمه ان البري بايد اكسبنس ده اسيت، البري بايد اكسبنس اسيت، والارن ايرند ريفينيو ده لايبيليتي، ودي خدناهم قبل كده في الكلاسيفيكيشن. عكسهم بقى الاكروال المستحقات، الاكرود ريفينيو اللي كنا بنسميه الاكونتس ريسيفبل، ده ايرند، قدمنا السيرفيس بيرفورمد السيرفيس نوت ريسيفد الكاش يت، عملنا السيرفيس وما خدناش فلوسنا، فكنا بنسميها اكونتس ريسيفبل، اي ويل ريسيف ات ان ذا فيوتشر. طب ده نوعه ايه؟ ده نوعه اسيد، دي فلوسنا. طب والاكرود اكسبنس دي البيبل. يعني ايه بيبل؟ يعني الناس اشتغلت، الاكسبنس انكيورد، حصل الاكسبنس، الموظفين اشتغلت، شغلنا الكهرباء، سكننا في المكان، بس نوت بيد يت، لسه ما دفعناش الفلوس، فيسموها بيبل. طب والبيبل نوعها ايه؟ نوعها لايبيليتي. يبقى بدايه كده احنا بنتعامل مع اربع مشاكل، مشكله البري بيد اكسبنس ودي اسيد، مشكلة الان ايرند ودي لايبيليتي، مشكلة الاكرود ريفينيو دي الاكونتس ريسيفابل ودي اسيت، والاكرود اكسبنس دي البيبل ودي لايبيليتي. ده الديفينيشن. طب انا هعمل فيهم ايه؟ تعال نجرب بقى واحدة واحدة كده. تعال نمسكوا الاول كده الديفرنس المؤجلات ديت واحدة واحدة ونتكلم عليهم. اول حاجه تعال نتكلموا على البري بيد اكسبنس. معناه ايه البري بيد اكسبنس؟ بري بيد معناها بيد ان ادفانس، بيد ان ادفانس معناها مدفوع مقدما. وفي بعض الاكسبنسز يا شباب ما ينفعش تشتغل معاها الا لما تدفعها مقدما. يعني ايه؟ ما ينفعش تركب الطياره الا لما تكون حاجز التيكت، ولا ينفع تركب الطياره وانت نازل ياخدوا منك الفلوس، لا تدفع الاول. ما ينفعش يعمل لك انشورنس تامين الا لما تروح لشركه التامين تدفع الاول الانشورنس وبعدين يدي لك خدمه الانشورنس. ففي كتير من الاكسبنسز يو هاف تو باي ات فيرست، فيسموها بري بايد اكسبنس. ما ينفعش تسكن في اوتيل الا لما تدفع قبل ما تسكن، فتديهم الرنت الاول، ايجار الاوضه قبل ما تسكن. يبقى الحاجات دي you have to pay it first وبالتالي paid in advance وبالتالي بيسموها prepaid expense. هنتكلم فيها على ثلاث أنواع، هنتكلم فيها على ثلاث أنواع. هنتكلم على حاجة اسمها prepaid expense ودي مهمة جدا، وهنتكلم على حاجة اسمها supplies، وهنتكلم على حاجة اسمها depreciation expense. ايه معناهم؟ معناهم انك انت هتدفع تذكرة الطيارة، هتدفع الانشورنس، هتدفع الرنت الاول in advance وبعدين تعمل السيرفيس بعد كده. طب ايه المشكله؟ المشكله ان ده يحصل في سنه وده يحصل في سنه.
مش فاهم يعني دي سنة 2020 ودي سنة 2021، جيت هنا حجزت تذكرة الطيارة تيكت، جيت هنا ركبت الطيارة، يعني ايه التيكت؟ يبقى اسيت، ما انا لسه ما ركبتش، ركبت الطيارة يبقى اكسبنس. ده حصل في سنة وده حصل في سنة. تعرف لو الاتنين حصلوا في نفس السنة ما عندكش مشكلة، المشكلة ان ده حصل في سنة، فهتيجي هنا تعمل فاينانشال ستيتمنت، هل هتكتب الرقم ده التيكت ده الاماونت بتاعها الالف جنيه دي هتكتبهم اسيت ولا هتكتبهم اكسبنس؟ في سنة 2020 يبقوا اسيت، في سنة 2021 يبقوا اكسبنس لان ركبت الطيارة، فيعمل لك مشكلة. هنحلها ازاي؟ هنعرف دلوقتي. السبلايز، انك انت بيرشيست سبلايز وحطيتها في المخزن ب 1000 جنيه في سنة 2020، يبقى المخزن جواه سبلايز ب 2020 يعني اسيت، بس انت يوزت في سنة 2021 استخدمت منها 900 جنيه. خلي بالك بقى ان 900 دي ما دام استخدمناها بقت اكسبنس، السبلايز اللي هي في المخزن دي اسيت، فتلاقي عندك حته في سنه 20 وحته في سنه 2021. نفس الكلام عند الديبريشيشن، انت بتشتري اكويبمنت هتقعد عندك 4 سنين، شاريها ب 10,000 سنه 2018، الاكويبمنت دي اسيت، بس لما تستخدمها تتحول الى اكسبنس. هتقسم بقى 19 نصيبها كام و20 نصيبها كام وهكذا، فعندك مشكلة. يبقى هي المشكلة يا شباب انك انت بتسجلها كأسيت and transfer it to expense، تحولها لإكسبنس when using it، يبقى هي بتبقى أسيت وتحولها لإكسبنس لما تستخدمها، يبقى انت البريبايد ده اسيت. لما تستخدم الانشورنس او الرنت او تذكره الطياره تتحول لاكسبنس. السبلايز دي اسيت، لما تستخدمها تتحول لاكسبنس. الديبريشيشن الاكويبمنت اسيت، لما تستخدمها تتحول الى اكسبنس. يبقى البريبايد اكسبنس انت بتشتري اسيت وبعدين تستخدمه، لما تستخدمه يتحول الى اكسبنس. جميل، ده معناه. طيب ايه الان ايرند؟ ده العكس، ان يجي لك من الكاستمر بتاعك فلوس، يو ريسيفد كاش بيفور بروفايدنج السيرفيس، وفي الحاله ديت يبقى ايه؟ يبقى لايبيليتي. طب ما تيجي كده ناخدهم واحده واحده عشان ما انتهوش. نمسكوا الاول البريبايد اكسبنس ونبدا نتكلم عليه شويه. كلمه بري بيد، البري ديت يعني مقدما، بيد يعني مدفوع، يبقى ده اكسبنس هيحصل بس لسه ما حصلش، ده مدفوع مقدما. زي ايه؟ زي الانشورنس. حضرتك لازم تروح لشركه التامين الاول وتدفع، فالانشورنس ماست بي بري بيد، لازم تدفعه الاول. زي ايه كمان؟ زي الادفيرتايزنج، يعني انت لما تحب تعمل اعلانات في التلفزيون ماست بي بريبيد فيرست، تدفع الاول وبعدين يعمل لك الاعلان. ما انت لو عمل لك الاعلان وما دفعتش، ممكن لما اقول لك احنا عملنا لك اعلان بمليون جنيه ادفع لكم معيش، لا يا حبيبي انا اضمن حقي الاول. يبقى في بعض الاكسبنسز يو هاف تو بي ات فيرست. طب ما تيجي ناخد كده مثال صغير ونفهم. يبقى انت هنا payment of cash هتدفع فلوس وتسجلها كأسيت. ليه؟ اصل السيرفيس او البينيفيت will be received in the future، هتاخد البينيفيت او الخدمه في المستقبل، يبقى هتدفع in advance. So you paid in advance، يبقى انت كده دافع مقدما. اول ما تيجي تدفع الكاش انت هتسجل الكاش بيمنت وتبقى قاعد مستني لما تحصل السيرفيس، تدفع التأمين ويعمل لك تغطية تأمينية، تحجز التذكرة وبعدين تركب الطيارة،
تحجز الاوتيل وبعدين تسكن في الاوضه، يبقى الكاش بيمنت بيفور سيرفيس ار ريسيفد. طب ما تيجي نعمله الانتري بتاعها كده ونشوف. هنلعب اللعبه دي مع ثلاث حاجات زي ما قلت لك، مع الاكسبنسز البيد ان ادفانس، مع السبلايز، مع الديبريشيشن. يبقى البري بيد يا شباب هو ثلاث انواع: اكسبنسز بيد ان ادفانس بري بيد، سبلايز، ديبريشيشن. تعال نمسكه كده البري بيد. هنيجي at the date of the payment، يبقى ده normal journal entry. يجي يقول لك حصل ايه؟ الكمباني بتاعتنا دفعت prepaid expense، فبتقول له prepaid واسم الاكسبنس وكاش. ده normal expense، ده عادي، ده في ايه؟ ده في التاريخ بتاعه at the date of the payment، يوم ما بتدفع الفلوس. دفعنا تأمين، فتقوم قايل له prepaid insurance expense وكاش. دفعنا advertising، فبتقول له prepaid advertising expense وكاش. normal expense، هتسجل prepaid وتسجل الكاش. جميل. طب وتيجي at the end of the year او at the end of the accounting period تعمل adjusting entry، بقول له قد ايه؟ قال لي عايزين نعرف، عايزين نعرف قد ايه من البريبايد ما بقاش بريبايد. بقول له مش فاهم. قال لي اقولها لك بطريقه تانية، قد ايه من البريبايد استخدمته؟ يعني استخدمته يعني become expense. يعني ايه برضو؟ يعني حضرتك انا دفعت insurance expense for 6 months in advance، فقمت مسجلهم prepaid، صح؟ طيب after 1 month يعدي شهر، ايه اللي يحصل يا شباب؟ قال لك مش عارف. قلت له لا، مش انت دافع لمده 6 شهور prepaid مقدما، لما يعدي شهر، في شهر اكسبايرد. بقول لك يعني ايه اكسبايرد؟ قال لك يعني ترانسفير تو اكسبنس، يعني تحول الى ايه؟ اكسبنس. فتنقصه من البريبايد وتزوده على الاكسبنس. فتيجي تقول كده الاكسبنس ديبت، يبقى انا كده عملت له انكريز، زودته ونقصت البريبايد اللي هو اسيت، فعملته كريدت، فعملت له ديكريز. يبقى انا باجي ات ذا اند اوف ذا بيريود وبحسب اللي انا استخدمته واعمله اكسبنس ونقصه من البريبايد. لا مش فاهم. طب تعالى اقولها لك بالارقام يا سيدي، ركز بقى معايا. في اكتوبر فيرست الفينكس كونسلتنج، ده اسم الشركه، paid 24,000 for 12 months. يبقى انت دافع هنا لمدة 12 شهر، يبقى دفعنا for 12 months، يبقى دفعت in advance، مش كده ولا يا شباب؟ مش انا دافع لمدة 12 شهر يوم اكتوبر فيرست، يبقى انت دافع مقدما. جميل. for insurance coverage، هيعمل لك تغطية تأمينية لمدة سنة. رحت لشركة التأمين، دفعت 24,000 جنيه تأمين لمدة سنة for one year. لما جيت دفعت in advance تسجله in advance، يعني يبقى اسمه ايه؟ اسمه prepaid insurance expense. ليه سميناه prepaid؟ لان احنا لسه ما خدناش السيرفس. جميل. الاكاونتنج بيريد بتنتهي في ديسمبر 31 2010. طب ايه المشكلة؟ لما هي المشكلة اهي، ده اكتوبر فيرست وده ديسمبر 31. احنا واقفين هنا، هنعمل هنا الفاينانشال ستيتمنت، عايزين نعرف قد ايه الاكسبنس وقد ايه الاسيت. عشان ناخد الاكسبنس نوديه الانكم ستيتمنت، وناخد الاسيت نوديه البالانس شيت. هتقولي طب ومال؟ هقول لك ما في مشكله، انت جيت هنا سجلته بريبايد صح ب 24,000 جنيه، هنا
في حتة منه اكسبايرد ولا لأ، في حتة اتحولت لإكسبنس ولا لأ، استفدت من الانشورنس ولا لأ. قلت له اه. قال لي يبقى في حتة من الـ24,000 دي بقت اكسبنس. عايزين نعرفه الاكسبنس ده يساوي كام والاسيت ده يساوي كام اد ديسمبر 31. هي دي مشكلة الادجستنج انتري، ان بيحصل ترانزاكشن عادية خلال السنة. الترانزاكشن دي ما خلصتش خلال السنة. ليه ما خلصتش؟ اصل ديت لمدة 12 شهر، يعني تخلص السنة الجاية. هنا جينا في ديسمبر وعملنا ادجستنج انتري، جينا في ديسمبر هنا وعملنا ادجستنج انتري، يبقى عايزين نعمل فاينانشال ستيتمنت، عايزين نحدد قد ايه اكسبنس اكزاكتلي للسنة دي والاسيت قد ايه في اليوم ده. فقال لك طب نعملها ازاي؟ نعمل لها ادجستنج انتري. يبقى هذه اللعبه. طب دي هعملها ازاي؟ تعال نجرب. تعال نسجله البري بايد انشورنس اكسبنس عادي جدا. هقول بري بايد انشورنس اكسبنس ب 24,000 ديبت، ده يوم ما دفعنا في اكتوبر 1، والكريدت سايد بتاعتي كاش، واقدر اعمل لهم بوستنج. اجي اعمل تي اكونت للبري بايد وتي اكونت للكاش. اخد البري بايد واقول له انت ديبت، فاقوم ناقله في الديبت، واخد الكاش كريدت واقوم ناقله في الكريدت، واكتب قصاده ده اذر سايد اوف ذا انتري، فكاتب قصاد ده كلمه كاش، مش هو بري بايد انشورنس ديبت، يبقى حاجه في الديبت، واكتب 24، واكتب قصاده ذا اذر سايد اوف ذا انتري كاش اهو، واجي عند الكريدت كاش، واجي في الاكونت بتاعه في الكاش كريدت واكتب 24، واكتب قصاده ذا اذر سايد اوف ذا انتري بري بايد. يبقى انا كده عملت بوستنج. ده جورنال انتري عادي نورمال، وده يسموه بوستنج اللي احنا اتعلمناه قبل كده، عمليه عاديه خالص. الكلام ده امتى؟ في اكتوبر 1 ات ذا ديت اوف ذا ترانزاكشن، ات ذا ديت اوف ذا ترانزاكشن، في تاريخ الترانزاكشن. جميل. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حضرتك شكلك عامل كده، انت جيت في اكتوبر 1 ودفعت، بس دفعت ان ادفانس، فحضرتك سميته بري بايد. هيستمر معاك لمده سنه، ادي السنه بتاعتك دي كده 1 يير، بس ده كده في النص ديسمبر 31. انا عايز اعمل هنا فاينانشال ستيتمنت. بقول لك يعني ايه فاينانشال ستيتمنت؟ قال لي يعني تعمل ادجستنج انتري. طب هعمله ازاي؟ قال لي سهله، ركز بقى. كل اللي عليك تعمله تعرف لي الحته ديت من يوم ما دفعنا لغايه اند اوف ذا يير تطلع فلوس كام. تقول انا اعرفها منين دي؟ هقول لك سهله، مش السنه كلها 24 شهر، السنه كلها ب 24,000 جنيه، دي سنه انت دافع 24,000 جنيه على سنه، دول كام شهر يا شباب؟ من اكتوبر لغايه ديسمبر، الحته دي كده اكتوبر، عد على صوابعك، اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، دول 3 مانثز. تقدر تقول لي ال 24,000 المدفوعين فور 1 يير يعني 12 شهر، يبقى 4-3 مانثز يساوي كام؟ اللي يخص الثلاث شهور يساوي كام؟ هتقول لي سهله، هاخد ال 24 اقسمها على 12 تطلع لي الشهر بكام، وارجع اضربها في 3 يطلع لي الثلاث شهور بكام، يبقى 24,000 على 12 يعملوا 2000 في الشهر. يعني كل شهر يعدي في 2000 جنيه يروحوا عليك. يروحوا عليا؟ اه، ما هي اللعبه كده. انت دافع ان ادفانس 24,000 جنيه صح لمده سنه، يبقى كل شهر بكام؟ هتقول لي ب 24,000 لمده سنه 12 شهر، يبقى مانثلي 2000 جنيه. حضرتك كل ما يعدي 2000 جنيه عليك يروحوا عليك. يعني يروحوا عليا؟ تعال نتفق كده، ان انا لو عدى شهر ورحت لشركه التامين قلت لهم اديني فلوسي 24,000 جنيه، هيديهم لك؟ هيقول لك يا حبيبي انت بقى لك شهر مامن عندنا، الشهر ب 2000 جنيه، يبقى ال 24 خدنا منهم 2000 استخدمناهم اكسبايرد استفدت بيهم، مش من حقك. اه، يبقوا يتحولوا الى اكسبنس. يبقى انت اخدت الخدمه. مش لو كان حصل خلال الشهر ده اي مشكله تامينيه، حصل حريق، حصل سرقه، كنا هندفعوا لك التامين؟ اه، يبقى انت مامن،
يبقى انت بتاخد خدمه. وانس ان الشهر عدى الفلوس اللي انت دافعها مقدما عدت. عشان كده هنيجوا at the end of the year December 31st ده ونعمل adjusting entry. فيعملوا ايه؟ يسجلوا insurance expense بالجزء اللي انت استخدمته. انت استخدمت كم شهر؟ 3 شهور. الشهر بكام؟ ب 2000 جنيه. فيعملوا 6000 جنيه. هتقول لي يا دكتور انا هحل كده في الامتحان؟ لا خالص، احنا بنشرح بس طريقه الحل، انا هعلمها لك. احنا دلوقتي بنفهم يعني ايه adjusting entry وبيتعمل ازاي، لكن في الامتحان احنا هنحل بطريقه مختلفه خالص، بنحلها بطريقه اسهل من كده بكتير. طب ده الانشورنس اكسبنس. هو حضرتك كنت دافع 24000 صح؟ استخدمت منهم كام؟ 6. فعملتهم ديبت اكسبنس، ينقصوا من الايه؟ من البري بيد ب6. هتقول لي يعني، هقول لك تعال معايا ركز بقى كده. مش احنا كنا عملنا تي اكاونت للبري بيد، كان ديبت وكريدت، كان ديبت ب 24. تعالى نعمل بوستنج للادجستنج انتري ده، ننزلوه هنا. هنعمل اكاونت جديد نسميه بري بيد، نسميه انشورنس اكسبنس اهو، لان دول اتنين اهو. تعال نحط الانشورنس اكسبنس ديبت بكام؟ ب6 اهو. جايين منين؟ من البري بيد انشورنس. فبقى الانشورنس اكسبنس البالانس بتاعه كام؟ 6 اهو. ده بنسميه كده ما يخص الفتره، هو دوت البيريود اكسبنس، ده الاكسبنس بتاع السنه دي. طب تعالى نشوف احنا لنا بريبيد قد ايه لغايه دلوقتي. قال لك انت كنت دافع 24 صح، استخدمت منهم 6، يبقى اللي فاضل لك 24 من 6 فاضل لك 18. يبقى ال 24000 كانوا هنا اسيت، لما جم في ديسمبر اتحولوا حتتين، حته اكسبنس استخدمناها وحته اسيت فاضله ما استخدمناهاش. عايزين نعرف اللي استخدمناه قد ايه واللي ما استخدمناهوش قد ايه. هتقول لي مش انت دافع 24، عدى 3 شهور، الشهر ب 2000، يبقى 3 في 2 ب 6، يبقى الاكسبنس بتاعك ب 6. ال 24 كلنا منهم، استخدمنا منهم، اكسبايرد منهم 6000، يبقى اللي فاضل 18000. اهو ده اللي بيحصل هنا. ادي البالانس بتاع الاكسبنس 6، وادي البالانس بتاع البريبايد انشورنس. لا صعبه، طبعا صعبه. لو هتحل بالطريقه ديت ورسمه وبتاع هتلاقي العمليه صعبه، احنا هنحلها اسهل من كده بس بنفهم. طب ده معناه ايه؟ معناه انك لما تيجي تعمل انكم ستيتمنت هتقول لي دخل الانكم ستيتمنت، مش احنا قلنا الادجستنج انتري نيسيسري تو بريبير فاينانشال ستيتمنت. يبقى انت بتعمل الادجستنج انتري عشان تعمل فاينانشال ستيتمنت. تعال نعمله انكم ستيتمنت فور ذا يير 2010، تلاقي عندك اكسبنس بكام؟ ب6. ولما تيجي تعمل بالانس شيت تلاقي عندك بريبيد انشورنس اسيت بكام؟ ب 18. مش انت كنت دافع 24، استخدمت اكسبايرد منهم 6، يعتبروا اكسبنس، يبانوا في الانكم ستيتمنت. اللي فاضل ما استخدمتهوش ستيل بريبايد ستيل اسيت، يبان في البالانس شيت. يبقى هي اللعبه كده، من غير الادجستنج انتري ما كانش ممكن اعمل الانكم ستيتمنت ولا البالانس شيت. طب تعال نجربه كمان مره. ناخده حاجه اسمها سبلايز. سبلايز دي الورق والاقلام اللي الشركه بتستخدمها. اللي بيحصل ان السبلايز مختلفه عن البريبيد في ايه؟ انت لما بتيجي تعمل بريبيد انت بيد تو جيت سيرفيس بس ان ذا فيوتشر، لكن السبلايز يا شباب يو بيرشيست ات اند يوز ات ان ذا فيوتشر. اكشوال هما الاثنين حاجه واحده، بس ديت حاجه انتانجبلز. يعني انت بتدفع تذكره طياره وبعدين تروح تركب الطياره، بتحجز الاوتيل وبعدين تروح تسكن في الاوتيل، لكن السبلايز بتروح تشتري ورق واقلام وتحطهم في المخزن، برشيز ده اسيت، وبعدين تستخدمهم. اللي تستخدمه منهم اسمه سبلايز اكسبنس لانك استخدمته، اللي انت ما استخدمتهوش يظل اسمه سبلايز. تعال نجرب.
احنا بنستخدم انواع كتيره جدا من السبلايز، زي البيبر، زي الانفلوبس، زي البرينتر كارتج، زي الحاجات اللي بنستخدمها سبلايز جوه الشركه دي. بيحصل انك بتشتريها الاول وتحطها في المخزن، وتيجي at the end of the year تعمل لها adjustment، تعرف انت استخدمت منها قد ايه. طب تعال الاول نسجلوها. لما بتشتري سبلايز، ديبت سبلايز وكريدت كاش او اكاونتس بيبل، ده نورمال جورنال انتري، بيحصل يوم ما بتشتري. بتيجي at the end بقى of the period وتبدأ تحسب هو اللي استخدمناه قد ايه واللي ما استخدمناهوش قد ايه. اللي استخدمناه يبقى اسمه واليواد اكسبنس، واللي ما استخدمتوش يتنه اسمه سبلايز. اللي استخدمناه اكسبنس يبان في الانكم ستيتمنت، اللي ما استخدمناهوش يبقى اسمه سبلايز، يبقى اسيت، يبقى يبان في البالانس شيت. يبقى كأن الرقم اللي انت اشتريته ده هتيجي at the end of the year تقطعه حتتين، تقسمه حتتين، حتة استخدمناها وحتة ما استخدمناهاش. اللي استخدمناه يظهر كإكسبنس في الإنكم ستيتمنت، اللي ما استخدمناهوش يظهر كسبلايز، كأسيت في البالانس شيت. ده يسموه الأدجستنج انتري. طب هنعملوها ازاي؟ هنيجي at the end of the year ونحسب احنا استخدمنا قد ايه؟ السبلايز يوزد، اللي استخدمناه. اكشوال هما بينزلوا يعدوا المخزن، فيقول لك انا كنت شاري ب1000، فاضل اللي يسموها اون هاند 100، يبقى اليوز ده يا شباب انا اشتريت ب1000، فاضل 100 ما استخدمتهمش، يبقى اللي استخدمته 900، ياخد ال 900 دي اللي هي اليوز ده سبلايز ويعمل بيها انتري، يقول السبلايز اكسبنس يسجلها ديبت اللي احنا استخدمناه، ويعمل ديكريز للسبلايز. فهو لو مسجل هنا 1000 ويحط هنا 900، فيقول لك يبقى اللي فاضل في السبلايز انا كنت جايبها ب1000 ديبت، 900 استخدمتهم بقوا كريدت، يبقى اللي فاضل لي 100. اللعبه دي اسمها الادجاستنج فور سبلايز. طب تعال نجرب. في اكتوبر 2010 شركه ادفرتايزنج بيرشيزد ادفرتايزنج سبلايز كوستنج 10000 كاش. نقف لغايه هنا، تعرف تعمل لها انتري؟ هتقول لي اه. سبلايز وكاش، سبلايز وكاش بكام؟ ب10000. جميل. ده حصل امتى؟ ده حصل في اكتوبر 2010، ده نورمال جورنال انتري، ده انتري عادي جدا. جينا بقى ات ذا اند اوف ذا يير، حصل ايه في ذا اند اوف ذا يير؟ نزلنا عدينا، فقال لك الانفنتوري كاونت ات ذا كلوز اوف بزنس اون اكتوبر 31، هنا بيشتغل لمده شهر، ريفيل ذات 2000 اوف سبلاي ستيل اون هاند. يبقى انت اشتريت 10 صح؟ نزلت عملت فيزيكال كاونت، لقيت اون هاند 2000. اون هاند يعني ايه؟ يعني نوت يوزد يت، يعني لسه ما استخدمناهمش. ب 2000 يا شباب. جميل. تقدر تقول لي اليوزد سبلايز تساوي كام؟ هتقول لي سهله، مش انت اشتريت ب 10 فاضل 2000 ما استخدمتهمش، اكيد الرقم ده كام؟ 8. فيبقى ال 8 دولت هم اليوزد سبلايز، يبقى ماست بي ان اكسبنس، لازم يبقوا اكسبنس. ليه؟ اصل يوزد، ما دام استخدمتهم يبقوا اكسبنس. طيب ما تيجي نجربه كده، نعمله الانتريز بتاعتنا. ادي السبلايز والكاش ب 10000، ده يوم الشراء. بنيجي نعمل ريكوردنج الادجستنج انتري، بنقول احنا كان عندنا 10 اللي اشتريناه وما كانش في حاجه من امبارح، البيجيننج زيرو، الاندنج بالانس اللي هو الان يوزد، يبقى اليوزد بتاعنا ده البرشيس ناقص الانيوزد يساوي اليوزد. يبقى الشركة دي استخدمت 8، سجلهم سبلايز اكسبنس ديبت ب 8، يقول لك يبقى الاكسبنس ب 8، وينقص السبلايز دي كمان ب 8. ينقصها ليه؟ اصل ال 8 ديت هتقلل السبلايز
فبدل ما تبقى 10 نشيل منها 8، يبقى اللي فاضل جواها 2. طب تعال نجربه الديبريشيشن. الديبريشيشن ده فكرته غريبة شوية، انك انت بتشتري الاول اكويبمنت مثلا او بيلدينج او كار، دولت لونج تيرم اسيت، صح يا شباب؟ بيعيشوا عندنا فترة طويلة، 3 4 5 سنين، 5 ييرز مثلا. طب ايه المشكلة؟ ما هم دولت اسيت، شاريه ب 100,000 جنيه هيقعد عندك 5 سنين، يبقى every year you will use it. طب ايه المشكلة؟ ما هو use it دي معناها expense، فانت ال 100,000 بتاعت الاسيت دي كل سنة بتاخد منه حتة، بتستهلك منه حتة. ما كلمة depreciation اسمها استهلاك، يعني استخدام، يعني يبقى expired منه حتة. عايزين نعرف كل سنة اكلنا منه كام، used منه كام، expense منه قد ايه، فيسموه depreciation expense. يبقى depreciation expense بيتعمل للبيلدينج، للاكويبمنت، للكار، للفرنيتشر، الحاجات اللي بنسميها اللونج تيرم ايه اسيت، وده بيتسجل كاسيت، يتسجل كاسيت. لما بتشتري اكويبمنت بتقول اكويبمنت، والاكويبمنت ده اسيت يبان في البالانس شيت. لما بتشتري فرنيتشر بتقول فرنيتشر وكاش، والفرنيتشر ده اسيت يبان في البالانس شيت. لكن كل سنه لما بتيجي انت بقى كل سنه at the end of the year في جزء منه expired، الحته الاكسبايرد دي اللي انت استخدمتها يسموها ايه؟ يسموها depreciation expense. اهو مشكلتنا بقى، عايزين نعرف الحته اللي استخدمناها دي الديبريشيشن اكسبنس دوت يساوي كام؟ الحته اللي استخدمناها اللي استخدمناها تساوي كام؟ ويسموها depreciation expense. في عندنا طرق او ميثود فور depreciation، في طرق كتيرة جدا للديبريشيشن هتدرسها ان شاء الله في الانترميديت اكاونتينج، لكن احنا هناخد طريقة واحدة اسمها الستريت لاين ميثود. طريقة اسمها الستريت لاين ميثود انه بيفترض ان كل سنة بستخدم الاسيت بنفس المبلغ، فيقول لك انا عندي 10,000 هيعيشوا عندي 5 سنين، يبقى كل سنة اخد 2,000 جنيه اكسبايرد او اكسبنس او ديبريشيشن اكسبنس. بس طبعا بنعملها بطريقة تانية، لكن معناها ستريت لاين معناه ان كل سنة ب2000. في طرق تانية بتاخد في الاول مبلغ كبير وتبدأ تصغره، يسموها declining balance method او sum of the year digit method، لكن احنا هنشتغل في المرحلة ديت على الستريت لاين method only. يبقى احنا عايزين نقسم الكوست اوف اسيت على استخداماته، حتى اللي استخدمناها اكسبنس اسمها depreciation. طب جميل قوي. الديبريشيشن ده systematic allocation of cost، يعني بقسم الكوست اوف اسيت على عمره، العمر بتاعه يسموه اليوسفول لايف اوف ذا اسيت. بس ركز معايا شويه، انا عندي اسيت ب 10,000 هيعيش عندي 5 سنين، خليه 4، هيعيش 4 سنين. At the end of the 4 years يرجع لك حاجة اسمها scrap أو يسموها salvage value أو يسموها residual value. دي ايه؟ دي الخردة. بقول له يعني الخردة؟ قال انت لما بتشتري عربية هتعيش عندك 4 سنين، بعد 4 سنين هتعمل فيها ايه؟ مش عارف. لا، هتبيعها كخردة، هتبيعها كمستخدمة، طبعا تكلفة رقمها اللي انت هتبيعه ده قليل قوي. فلو مثلا تخيلنا ان احنا هنبيعها ب2,000 جنيه، يبقى الحتة اللي انت استخدمتها بكام يا شباب؟ مش انت شاريها ب10، بعد 4 سنين هتبيعها ب2,000، يبقى الحتة اللي انت استخدمتها 8 بس. ده يسموه الديبريشيابل بيس. يعني ايه ديبريشيابل بيس؟ يعني الحتة اللي هتعمل لها ديبريشيشن. يبقى انت هتحسب ديبريشيشن على الكوست ماينس السالفج فاليو. عشان كده لما بنيجي نحسبه اللعبه ديت يا شباب بيبقى شكلها عامل كده، بياخدوا الكوست
يشيلوا منه السالفج فاليو ويقسموه على اليوسفول لايف فيطلع الديبريشيشن اكسبنس. يبقى كل سنة هنحسب ديبريشيشن عن طريق ناخد الكوست اللي اشترينا بيه الاسد نشيل منه السالفج فاليو ده اسمه الديبريشابل بيس ونقسموه على اليوسفول ايه على اليوسفول لايف بتاعنا. طب تعالى كده نجربه. يعملوا انتي ديبريشيشن اكسبنس المفروض نقول بقى هنا اسد. مش انت قلت سبلايز من شويه سبلايز اكسبنس وسبلايز وقلت من شويه انشورنس اكسبنس وبريبايد. طب ما تيجي نقول ديبريشيشن اكسبنس واسد. قال لك ما ينفعش نوت اكسبتد. بقول له ليه يا حاج؟ قال لي اصل الاسد ده له طبيعه خاصه. يعني ايه؟ يعني انت لما بتشتري الاسد الكوست اوف اسد ده رقم مقدس اللي هو العشر تلاف جنيه ده يو كانت تاتش ات تقدرش تلمسه لانك انت شغال هيستوريكال كوست. طب وايه يعني ما هو كل سنه هيقل؟ قال لك ما هو انت ما يجي لك الاوديتور يسالك هي الاكويبمنت دي بكام؟ هتقول له ب 10 استهلكت منها 2 يبقى اللي فاضل منها 8. فلما تسجلها انت على البالانس شيت ب 8 هيبقى غلط لانك لعبت مع الايه؟ مع الكوست. المستند اللي معاك الانفويس اللي معاك بتقول ان الاسيت ب 10000 جنيه ما ينفعش تكتبه ب 8. بس انا استخدمته خدت منه حته. قال لك لا هنلعبه لعبه جديده هنعمله حاجه جديده اسمها الاكيوميليتد ديبريشيشن. ايه الاكيوميليتد ديبريشيشن ده بقى يا شباب؟ تعالوا نفهموا لعبته مع بعض. بياخدوا الاسيت ابو 10000 ويبقى الرقم ده لا يتغير ابدا ويشيلوا منه حاجه اسمها الاكيوميليتد ديبريشيشن. اكيوميليتد يعني مجمع يعني توتال ديبريشيشن اكسبنس. فاول سنه يستهلكوه ب 2000 فيطلعوا 8000 جنيه الفرق. الفرق ده يسموه بوك فاليو. فلما يجي المحاسب يقول لك احكي لي قصة الاسد تقول له انا اشتريته ب 10 استخدمته لغاية النهاردة ب 2000 قيمته في الدفتر ب 8. يبقى انت كده عملت ديسكلوجر ما عملتش مسليدنج. عرفنا ان احنا اشتريناه بكام واستخدمناه بكام. طب تعالى بعد كمان سنة ياخدوا الاتنين ديت. انت استخدمته اول سنه ب2 تاني سنه تستخدمه كمان ب2 يبقى الرقم ده بقى كام؟ ب4. السنه اللي وراها يبقى اللي فاضل منه 6. ما قربناش لل10. طب تعالى على السنه اللي وراها يشيلوا ال4 ويخدوا ال10 زي ما هي ويقول لك انا السنه دي استخدمت مره ب2000 وبعدين استخدمت ب2000 وبعدين استخدمت ب 2000 يعني 3 سنين عدوا يعملوا كام استخدام؟ 6. فيقول لك نطرحه من ده 6 يبقى اللي فاضل منه 4. لكن ما قربناش لمين يا شباب؟ لل10. دي فكره استخدام الاكيوميليتد ديبريشيشن. والاكيوميليتد ديبريشيشن ده بيسموه كونترا اسيت. يسموه كونترا اسيت. هفهمها لك دلوقتي بس تعال الاول كده نشوف الستريت لاين دي بتقول ايه اللي احنا بنحسبه بيها. بيقول بناخد الكوست اوف ذا اسيت والسالفج فاليو اللي هي الفاليو اوف ذا اسيت ات ذا اند اوف اتس لايف يعني في نهايه عمره هبيعه بكام وعمره واخد الاسيت كوست ناقص السالفج فاليو على اليوسفول لايف. ده يطلع الانيوال ديبريشيشن اكسبنس ده اللي هستخدمه كل سنه اعمل بيه الانتري بتاعي اللي احنا اتعلمناه من شويه. طب تعال نجربه كده. قال لك عندنا في جانيوري 1 كومباني بيت 23000 فور اكويبمنت that has a useful life 10 years estimated salvage value 3. عايزين نعمله depreciation expense. الطريقة بتقول cost minus salvage value على useful life. الكوست بتاعنا 23 اليوسفول لايف بتاعنا 10 الاستيميتد سالفج فاليو 3 يبقى 23 ناقص 3 ب 20000. ده الجزء اللي انا هستخدمه على 10 سنين يبقى كل سنة هستخدم 2000. هعمل بيها انتري depreciation expense و accumulated depreciation ب 2000 جنيه.
depreciation expense واكيوميليتد ب 2000. طب تعالى نتكلمه شويه على شكلها عامل ازاي. انت هتسجلها كده 23 ناقص 3 على 10 ب 2000، ده انيولي كل سنه، وتعمل بي انتري ديبريشيشن اكسبنس واكيوميليتد. بص شكلها عامل ازاي. قال لك ان الديبريشيشن اكسبنس ده اكسبنس فيبان في الانكم ستيتمنت. طب والاكيوميليتد؟ قال لك ده كونترا اسيت. يعني ايه كونترا؟ كلمه كونترا يا شباب يعني حساب عكسي، يدور على الاوريجينال اكاونت بتاعه ويجي تحتيه بالماينس بالسالب. يعني ايه حتة حساب عكسي دي؟ يعني هو الاسيت النيتشر بتاعته ايه يا شباب؟ ديبت. يبقى الكونترا بتاعه هيبقى كريدت، ما هو عكسي. عشان كده الاكيوميليتد ديبريشيشن هو كونترا، ات ابير جاست افتر ذا اكاونت اوف ذا اسيت، يبان تحت الاكاونت في الاسيت بالماينس، فيجي شكله عامل كده في البالانس شيت. لما تيجي تعمل بالانس شيت هتلاقيه في البالانس شيت ظاهر كده، الاكويبمنت ده الاسيت 23 والرقم ده ما بيتغيرش، لا يتغير. تحتيه الاكيوميليتد ديبريشيشن، كل سنه الاكيوميليتد ده كل سنه يزيد باللي استخدمته. فسنة 2000 اللي وراه يبقى 4، اللي وراه يبقى 6، وهكذا كل سنة يزيد، فيطلع لنا تحت البوك ايه؟ البوك فاليو. طبعا انا عارف ان الحدوتة مش سهلة، الحدوتة فعلا حدوتة صعبة، لكن هي مع الوقت واحدة واحدة كده ان شاء الله هتتفهم. المرة الجاية ان شاء الله احنا هنقف لغاية هنا بإذنك يا رب، والمرة الجاية بإذن الله هنعيد الكلام ده تاني ونكمل عليه. فكل مرة كده لغاية لما نخلص الدرس دوت هنبدأ ناخد جزء ونيجي المحاضرة اللي ورا نعيده تاني ونكمل عليه، نعيده تاني ونكمل عليه لغاية في الآخر ما نوصل لطريقة حل ثابتة. احنا النهاردة خدنا البريبايد، خدنا السبلايز، خدنا الديبريشيشن. ان شاء الله الأسبوع الجاي هيبقى في الكامبس فيس تو فيس ان شاء الله نكمل الموضوع بتاعنا. اشوفكم على خير، واي سؤال انا تحت.